الأم مدرسة. الشاعر أحمد شوقي. الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة، برية أوراق أيام إراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآسرهم مدى الأفاق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا، بين الرجال يجن في الأسواق. يدرجن حيث أردنا لا من وازع، يحذرن ركبته ولا من واق. يفعلن أفعال الرجال لواهيا، عن واجبات نواعس الأحضاق. في دورهن شؤونهن كثيرة، كشؤون رب السيف والمزراق. كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق. ليست نساؤكم حلا وجواهرا، خوف الضياع تصان في الأحداق. ليست نساؤكم أساسا يقتنى في الدور بين مخاضع وطباق. تتشكل الأزمان في أدوارها، دولا وهن على الجمود بواقي. فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق. رب البنات على الفضيلة، إنها في الموقفين لهن خير وساقي. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. من لي بتربية النساء، فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاقِ.